ينضم إلينا من صيدا الأستاذ حسان القط، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. أستاذ حسان، بداية مرحبا بك. المعارضة الإيرانية تكشف عن مواقع نووية وصاروخية سرية جنوبية طهران، ماذا يعني هذا الكشف ولماذا تصر طهران على موقفها؟ من الواضح أن الحرس الثوري الإيراني الذي يهيمن على الواقع السياسي الداخلي في إيران كما على السياسة الخارجية الإيرانية. الحرس الثوري الآن يمسك في أكثر من نصف الاقتصاد الإيراني، وهو يحاول أن يبقى قوة أساسية فاعلة حتى يبقى مهيمنا على السلطة، فأي عوامل ضعف سوف تؤدي إلى انهيار النظام الإيراني. ما هو بحاجة إليه الحرس الثوري هو أن يبقي مشروعه النووي قيد التطور وقيد البناء، ويحاول من خلال إظهار قوته الهيمنة والسيطرة على السلطة في الداخل، كما أن يبقى قادرا على مواجهة أي تهديدات خارجية. لكن المشكلة التي يواجهها الآن هي أن إمساكه بالاقتصاد الإيراني أو أكثر من نصف الاقتصاد الإيراني مع ما يعانيه من فساد وهدر ومن تراجع في الإدارة وفي الأداء يؤدي إلى انهيار الواقع الاقتصادي الإيراني في الداخل، وإلى مزيد من المظاهرات والاعتراضات ومن التضخم نتيجة العقوبات كما نتيجة سوء الإدارة. أمريكية، ما الجدوى من هذه العقوبات الأمريكية إذا لم تستطع الولايات المتحدة إيقاف برنامج إيران الباليستي والنووي أو إيقاف تهديدها للمنطقة عبر الميليشيات؟ لا يمكن وقف المشروع النووي أو المشروع الصواريخ الباليستية مباشرة وبسرعة إلا إذا خاضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة حربا مباشرة على إيران. المشروع الأمريكي من الواضح أنه يهدف للضغط على النظام الإيراني، كما قال الأمريكيون نفسهم أنهم يريدون تصويب السياسات الإيرانية وأن تهتم إيران بالداخل الإيراني أكثر من اهتمامها بالخارج. إذن المطلوب الضغط الاقتصادي على الشعب الإيراني وعلى النظام الإيراني حتى يقوم بتصويب سياساته وبالعودة عن ممارسة سياسة تطوير الأسلحة وبناء قوة عسكرية إقليمية قوية، مقابل الاهتمام بشؤون الشعب الإيراني، تأمين المواد الغذائية، تعزيز الطبابة وتأمين الخدمات الاجتماعية، خاصة أن إيران الآن تعاني من أزمة مياه ومن أزمة بيئية خطيرة ومن أزمة تلوث بالغة الخطورة، إضافة إلى التضخم الاقتصادي الذي يحرك الشارع الإيراني في مظاهرات بدأت تظهر للعيان في مواجهة النظام ورفضا لما يجري على الساحة الإيرانية. إبقاء الأمور دون حل بين واشنطن وطهران من وجهة نظرك كيف سينعكس على ملفات المنطقة الساخنة؟ يعني خاصة في لبنان، في العراق، في سوريا. إيران تحاول أن تؤدي دورا بالغ الأهمية في لبنان وفي سوريا والعراق لتقول للولايات المتحدة أنها لا زالت قادرة على لعب دور إقليمي. في لبنان انكشف موضوع الأنفاق الذي يقوم حزب الله برعاية من الحرس الثوري الإيراني لمدها عبر الحدود اللبنانية إلى إسرائيل، أي لتهديد أمن إسرائيل الذي يعتبر أولوية لدى الأمريكيين. في العراق بدأ الحشد الشعبي يتحدث عن أن داعش تحظى بمأوى وبرعاية وبحماية من القواعد الأمريكية هناك، في رسالة هي رسالة تهديدية أكثر منها واقعية. أمريكا تقاتل داعش وتقاتل التنظيمات الإسلامية المتطرفة. إذا بدأت إيران تستخدم أدواتها في المنطقة للضغط على الولايات المتحدة ولتقول أنها قادرة على إشعال المنطقة مقابل وقف عليها الاقتصادي والسياسي والعسكري. ماذا هي عن قادرة على الإيراني أستاذ حسان؟ إلى أي مدى يعني ترى أنه ربما تستطيع أو يستطيع النظام الإيراني الصمود؟ النظام الإيراني هو نظام محمد، نظام لذلك هو يسعى لتثبيت مواقعه في السلطة على حساب الشعب الإيراني. ما جرى اليوم من تفجير في منطقة بلوشستان يؤكد أن الوصول إلى مرحلة التفجير يعني هذا معناه أن هناك حالة يأس لدى الجمهور الإيراني الذي بدأ ينزل ويشارك في مظاهرات مع علمه وإدراكه أن هناك خطرا شديدا يواجهه من مقابل الحرس الثوري والجيش الإيراني والسلطات القمعية الإيرانية. المشهد اليوم هذا يعني أن هناك تصاعدا في المواجهة ما بين الشعب الإيراني والمجموعات سواء كانت مسلحة أو سياسية في مواجهة النظام الإيراني، لأن الحرس الثوري لا يستطيع أن يتراجع عن سياساته، هو مستمر في عنجهيته، مستمر في تعزيز قدراته العسكرية على حساب مصالح الشعب الإيراني.
كيف يستوي الحديث عن موضوع العقوبات الاقتصادية وتضييق الخناق الاقتصادي على إيران، وإيران يعني النظام الإيراني ينفق 517 مليار دولار لتطوير البرنامج النووي، كيف يستوي هذا بذاك؟ هناك إحصاءات تتحدث عن أن إيران أنفقت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 2 تريليون دولار لتطوير أسلحتها وإمكانياتها العسكرية. إيران تعتبر أن تعزيز قدراتها العسكرية هو وسيلة الوحيدة للحفاظ على وجود هذا النظام. هذا الشيء يجري على حساب رفاهية الشعب الإيراني، على حساب مصالح الشعب الإيراني. لذلك نرى تفاوتاً الآن في المعيشة لدى الشعب الإيراني بين فئة قادرة على الحصول على كل شيء، فئة هي معظم الشعب الإيراني الذي تفتقد كل شيء، وهي بحاجة للمواد الغذائية وبحاجة للرعاية الطبية وبحاجة لأن تحظى ببعض الحريات لتعيش حياة طبيعية على الساحة الإيرانية. شكرا جزيلا لك أستاذ حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات.